تعالى جزء من الواقع، نطلع على وزارة التنمية المحلية. طيب بتعمل ايه؟ الوزارة بتشتغل على تعديل 2262 أتوبيس نقل عام علشان يشتغلوا بالغاز الطبيعي. طيب تكلفة التعديل ده تصل إلى 1,200,000,000 جنيه. بتأكد الوزارة إن الأتوبيسات دي هتخش الخدمة ورا بعض تباعا يعني باللغة العربية. طيب ليه بنعمل كده؟ بمنتهى البساطة، واحد أنا عايز أقلل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي، اتنين أنا عاوز تكلفة الطاقة اللي أنا بمد بيها الأتوبيسات تقل شوية، فبدل ما بشغلها بقى سولار زي زمان أنا هشغلها بالغاز الطبيعي، بدل ما تبقى انبعاثاتها ثقيلة تبقى انبعاثاتها أخف كثيرا. مصر اللي بتستضيف COP27 في شرم الشيخ بإذن الله في نوفمبر المقبل، لازم دايما تؤكد للعالم أنها مش بس دولة تستضيف هذا المؤتمر الضخم والهام، وإنما هي تعمل على ذلك بمنتهى الجدية وبمنتهى السرعة. معنا على التليفون دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. يعني وخليني ااكد على كلام حضرتك، بالفعل انه يعني مع الوزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه، يعني في ذات السياق اكد على ان خطه الدوله المصريه بشراكه استراتيجيه ما بين وزاره التنميه المحليه ووزاره الانتاج الحربي واحدى الشركات الوطنيه، بالفعل بنعمل على تحديث اسطول هيئتي النقل العام بالقاهره الكبرى، يعني القاهره والجيزه والقليوبيه، وهيئه النقل بالاسكندريه، بالفعل لتحويل الاتوبيسات اللي بتعمل بالسولار الشمع السوداء الى انها تعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي شمع بيضاء. هنا احنا بنساهم في تخفيف الحمل البيئي وبنقلل الانبعاثات الحراريه، وبالتالي بنقلل من وبنحد من التلوث البيئي، وفي نفس الوقت بنحقق استفاده مثلى اقتصاديه من ثروات مصر من الغاز الطبيعي. صحيح. في نفس الوقت برضو احنا هنا بالشكل ده يعني بنشتغل على رفع كفاءه الاتوبيسات دي سواء من الداخل او من الخارج، عشان نوفر ونساهم في توفير وسائل مواصلات نظيفه ولائقه باهلنا في المحافظات، بالاضافه الى طبعا يعني احنا في القريب ان شاء الله 377 هيكون اتوبيس تم تحويلهم. وخليني اكد على حضرتك كمان في اطار حضرتك ذكرت الكوب 27، يعني الاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه اللي هتعقد ان شاء الله باذن الله في مؤتمر في شرم الشيخ في نوفمبر، هيخش الخدمه ان شاء الله 110 اتوبيس اللي تم يعني انتاجهم بانتاج مصري من خلال وزاره الانتاج الحربي وهيئه النقل العام واحدى الشركات الوطنيه. على 110 اتوبيس بتعمل بالكهرباء، منهم 70 لصالح هيئه النقل العام بالقاهره الكبرى و40 لهيئه النقل بالاسكندريه، وده من خلال البروتوكولين دول بيكلفوا حوالي 519 مليون جنيه. التزامات وزاره التنميه المحليه منهم حوالي 330 مليون و500 الف، يعني بنسبه حوالي 62.5% من اجمالي التكلفه. ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون طبعا الباقي حوالي 104.8، ده هيكون يعني من الهيئتين، وان شاء الله باذن الله في خلال الشهر يعني شهر 10 باذن الله هيكونوا الاتوبيسات دي في خدمه مؤتمر في شرم الشيخ، علشان تكون باذن الله بدايه لاعلان مدينه شرم الشيخ مدينه خضراء بتتمتع بوسائل نقل خضراء امنه صديقه للبيئه. في نفس الاطار وزي ما اكد مع الوزير انه بالفعل بالتنسيق مع الوزارات المعنيه والمحافظات، كمان في اقامه لمحطات شحن للسيارات اللي بالكهرباء دي لصالح هذا المشروع، وده اكيد هيحقق عوائد اقتصاديه وعوائد بيئيه وهيقلل من الانبعاثات دي، وده يعد يا فندم فعلا تطبيق عملي على الارض لاولويات الدوله المصريه، وخاصه فيما يتعلق بسيارات. طب ده كلام اكتر من رائع دكتور، يشجعني على الاتي.
انه هل احنا ممكن يجي علينا يوم نشوف انه كل اتوبيسات القاهره نفسها بقى، او لا القاهره الكبرى بالمره بقى بما ان احنا ذكرنا ذلك، اشوفها كلها اما انها اتوبيسات تعمل بالطاقه الكهربائيه او بالغاز الطبيعي؟ وطبعا لو بالنسبه لي يا ريت كله كهرباء. هو بالفعل يا فندم ده مستهدف، لكن كمان خليني اقول لحضرتك مش يعني الخطه القوميه مش هتكون على مستوى القاهره الكبرى، يعني القاهره والجيزه والقليوبيه والاسكندريه فقط، كمان ان شاء الله النموذج ده هيعمم على المحافظات المصريه بحيث ان احنا نساهم في الحد من الانبعاثات الحراريه. تجربه الاتوبيسات اللي بالكهرباء كمان خليني اقول لحضرتك ناجحه جدا على مستوى الاسكندريه، لانها صحيح. باصات بتمشي حوالي يعني في الشحنه الواحده حوالي 300 كيلو، فده في حد ذاته ايجابي جدا وعملي جدا على الارض. وفي نفس الوقت حتة تحويل من الشمعة السوداء للشمعة البيضاء للأوتوبيسات اللي موجودة دلوقتي على الأرض، ده طبعا في حد ذاته تعديل مهم جدا يتمشى مع المعايير البيئية العالمية، وبيقلل من الانبعاثات الضارة الناشئة عن حرق الوقود. وهنا يبقى إحنا بالفعل بنطبق على الأرض آليات التحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة. طيب ولأجل هذا كله مش ده يتطلب ان احنا نزود اعداد لمحطات الشحن بتاعة العربيات الكهربائية؟ هنا بقى مش بتكلم بقى على الاتوبيسات، ولكن ايضا على السيارات الصغيرة اللي بيمتلكها الافراد وما الى ذلك. في محافظة اسكندرية اظن محتاجة كتير، القاهرة والجيزة فيها عدد لا بأس بيه بس محتاج زيادة، لكن اسكندرية محتاجة كتير، اليوبية محتاجة كتير، الدقهلية بالمناسبة محتاجة كتير، لأن أنا رصدت أنه أهالينا في الدقهلية وتحديدا في مدينة المنصورة مهتمين بمسألة العربيات الكهربائية دي جدا. ده حقيقي يا فندم، وعشان كده انا قلت في الاول انها خطه قوميه، وانه بالفعل كمان في شراكه استراتيجيه مع شركات وطنيه للتنفيذ ده. حلو. كذلك في تنسيق ما بين الوزارات الدوله المصريه لتحقيق هذا الامر على الارض يا فندم. باذن الله باذن الله. اشكرك جدا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره.